أهلا، أنا وجدان تشان، وهذه حلقة جديدة من أخبار الأنمي. سنتحدث اليوم عن أبرز أعمال شهر أبريل التي صدر لها خبر رسمي. خلونا نبدأ. ولدينا أول عمل هو بيشونين تانتيدان، سيعرض في 10 أبريل من استوديو شافت. القصة هي حول مايومي دوجيما والتي تعاني من مشاكل في الأكاديمية المتوسطة. تقابل مايومي المحققون الوسماء وتقوم بتوظيفهم، لكن الشائعات تدور حول كونهم يحلون المشاكل والأمور الغامضة في المدرسة بشكل غير رسمي ومن دون مقابل. الشيء اللي لاحظته بهذا العمل طريقة الرسم جدا جميلة. ولدينا العمل الثاني هو طوكيو ريفنجرز، سيعرض أيضا في 10 أبريل من استوديو ليدن فيلمز. القصة تتحدث عن تاكيميتشي هاناغاكي الذي انتقل عبر الزمن نحو 12 عاما للوراء إلى المرحلة الإعدادية. يقرر تاكيميتشي إنقاذ صديقته التي قتلت على يد عصابة طوكيو مانجي عن طريق التسلل داخلها. محبين العصابات والياكوزا، هذا العمل راح يعجبكم. لدينا شادوز هاوس، العرض في 10 أبريل من استوديو كلوفر ووركس. قصة هذا العمل تتحدث عن عائلة الظلال النبيلة والذي لا يعرف أحد وجوههم لأنهم لا يملكون وجوها، ويتم خدمتهم من قبل دمى حية. القصة غريبة وغامضة، أتمنى يكون عمل رائع. 86 سيكون العرض في 10 أبريل ومن استوديو A1 Pictures. تدور أحداث القصة حول جمهورية سان مانغوليا التي تعرضت للهجوم من قبل جارتها الإمبراطورية خارج الـ 85 منطقة في الجمهورية. تقع منطقة الـ 86 الغير موجودة. هناك يواصل فتيان وفتيات القتال. يدير شين شبابا يقومون بتفجيرات انتحارية، في حين تقود لينا كتيبة من الخلف. تحمست اني اتابع صراحة، خاصة الاوست اللي بالعرض رهيب مرة، ان شاء الله يكون عمل اسطوري. اما بالنسبة لشامان كينج، سيعرض في 1 ابريل من استوديو بريدج. الأنمي الجديد سيقتبس المانجا بشكل كامل. ولدينا من نتفليكس ياسكي، سيكون من استوديو مابا وسيعرض في 29 أبريل. تتحدث القصة في زمن اليابان القديم والحرب المستعمرة بين الميكانيكيين والسحرة، حيث يجب على رونين المتقاعد أن يستل سيفه عندما يكلف بمهمة نقل طفل غامض تريد قوى الظلام القضاء عليه. إنها قصة درامية خيالية تدور حول ساموراي أفريقي خدم أودا نوبوناغا. دائما الأعمال التاريخية لها بصمة مميزة، وإن شاء الله هذا العمل على قد التوقعات. وآخر عمل لدينا من الأعمال القادمة الجديدة هو غوكشو فودو، سيعرض في 8 أبريل من استوديو جي سي ستاف. القصة عن تاتسو الخالد، أحد أعضاء الياكوزا السابقين الذي تخلى عن العنف لكونه رب منزل. مؤدي صوت الشخصية مبدع ويخليك تتحمس تشوف العمل. هو نفسه مؤدي صوت أوفرهول من بوكونو هيرو أكاديمية. أما الأنميات العائدة إلينا في شهر أبريل بمواسم جديدة، لدينا فروتس باسكت بالموسم الثالث وسيعرض في 5 أبريل من استوديو TMS، وأيضا كينغدوم بموسمه الثالث وسيعرض في 4 أبريل لكن سيعاد من الحلقة الأولى من استوديو ساين بوست. ولدينا أيضا ميغالو بوكس بموسمه الثاني وسيعرض أيضا في 4 أبريل من استوديو TMS Entertainment. وفي خبرنا الأخير، تاتينيوشا عائد لكم في شهر أكتوبر بموسمه الثاني. ختاما، هذه كانت أخبارنا لهذا الأسبوع. لا تنسوا أن تشكروا ياسر على هذه الحلقة. أنا وجدان تشان، ولا تنسونا من اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم.